حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انتقدت اللجنة المالية النيابية سيطرة مصارف أجنبية على سوق العملة في العراق بنسبة كبيرة، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات عن أسباب سماح أو أسباب السماح لتلك المصارف بالاستحواذ على مزاد العملة. هذا وأكد عضو اللجنة ثامر ديبان عدم وجود رؤية وسياسة اقتصادية واضحة لدى البنك المركزي العراقي للسيطرة على السوق الموازية، لافتا إلى أن السوق الموازية غير رسمية وغير قانونية، ما يتسبب بوجود معرقلات وعدم تسهيلات لبعض التجار والمقاولين والمستثمرين، الأمر الذي دفع بهؤلاء للذهاب إلى هذه السوق لشراء الدولار. كشفت هيئة النزاهة عن صدور أوامر باستخدام أو أوامر استخدام بحق 11 مسؤولا في هيئتي السياحة والأثار والتراث ومحافظة نينوى من جراء مخالفات وفساد في عقد استثمار فندق نينوى. وأضافت الهيئة أن أوامر الاستخدام الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ شملت المديرين العامين للدائرة الإدارية والمالية في الهيئة العامة للأثار والتراث حالياً والدار العراقية للأزياء إثر مخالفات تسببت بالإضرار بالمال العام بنحو 42 مليون دولار، تمثل الإيراد الكلي للغرف الفندقية وأكثر من مليوني دولار تمثل مجموع رواتب الموظفين مع المستحقات التقاعدية. أكد اتحاد العمال في محافظة ديالى فقدان 5000 عامل ماهر في إنتاج 60 بضاعة عراقية. وقال الاتحاد إن إغلاق 95% من المعامل والمصانع لأسباب متعددة أدت إلى فقدان 5000 عامل ماهر في إنتاج 60 بضاعة عراقية بمختلف الأنواع وخاصة النسيج، لافتا إلى أن توفير عمال مهرة ذوي كفاءة ليس بالأمر الهين ويحتاج إلى سنوات طويلة. قال خبراء اقتصاديون إن العراق يحتاج إلى 30 مليون دولار يومياً لتغطية الاستيرادات من إيران وحدها، ما يعني ازدياد الطلب على الدولار وانخفاض قيمة الدينار. واعتبر الخبراء أن تجنب العقوبات الدولية والأمريكية أهم من تقلبات العملة في السوق المحلية، مضيفين أن تجنب النقد أو ما يعرف بالكاش هو الأفضل، لأن كل غسيل الأموال يتم بالكاش سواء بالدولار أو بالدينار، مشيرين إلى أن إيران تأخذ الدولار من العراق بشكل نقدي وليس عبر المنصة الرسمية. وفي خبرنا الأخير، توقع البنك الدولي تراجعاً حاداً في نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي. وقال البنك إنه يتوقع تباطؤاً في النمو بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تصل إلى نحو 2%، مضيفاً أنه يرى أن الاقتصاد السعودي سينكمش إلى نحو 1% في عام 2023، حيث عدل توقعاته بانخفاض النمو الاقتصادي للمملكة وهو مع زاه إلى تقليصها إنتاج النفط وتراجع أسعاره. ولنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.